العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي اسم الرياضة المدرسية بطولة العراق تربيات العراق بكرة الطائرة ثاني وبنين. هذه البطولة قيمت في مديرية عامة تربية الكركوك. شكرا لكركوك على هذه الاستضافة. اليوم احنا وصلنا للختام بين تربية نينوى وتربية الكرخ الثانية التي انتهت بفوز تربية نينوى بثلاثة اشواط مقابل لا شيء. مبروك لتربية نينوى وهارد لك لتربية الكرخ الثانية. نجم عبود مدير رياضة المدرسية في وزارة التربية. صعدت المباراة النهائية منتخب تربية نينوى مع منتخب تربية الكرخ الثانية، وأحرز منتخب تربية نينوى المركز الأول بفوزه الساحق على منتخب تربية الكرخ الثانية بثلاث أشواط مقابل لا شيء. وبهذه المناسبة نهدي هذا الفوز إلى تربية نينوى بصورة عامة لجميع الموظفين وجميع الأقسام بشخص المدير العام والمعاونين الفني والإداري ومدراء الأقسام جميعا. صلاح الياس قاسم مدير نشاط الرياضي والكسفي في تربية نينوى.